صباح الفل عليكم. النهارده هنعرف ازاي نعمل ابديت للنسات الكاميرات الكانون. في الاول كده هفكرك ان احنا كنا عملنا فيديو ازاي تعمل ابديت للكاميرا الكانون ذات نفسها، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، برجع شوف. المهم ان ابديت الفيرموير للعدسه مهم جدا لانه بيزود من كفاءه العدسه نفسها، انه بيخليها تشتغل احسن على الكاميرات الجديده لو هي كانت فيرجن قديم مثلا، او استجابه العدسه مع الكاميرا نفسها بيكون كويس واحسن في الفوكس مثلا. احنا هنجرب نعمل الابديت على عدسه الاي اف ام ماونت ال 1545 للاس تي ام على الكانون ام 50، ولكن نفس الطريقه والخطوات تنفع مع كل العدسات. اول حاجه محتاجين نتشيك الفيرجن اللي موجود دلوقتي بتاع العدسه واذا كان نزل ليها فيرجن جديد ولا لا. بنفتح الكاميرا بتاعتنا وبنجيب المنيو وبنروح للاعدادات، بنلاقي مكتوب فيرموير وجنبها هي فيرجن كام، بنضغط اوكي بيدخلنا في القائمه اللي انت شايفها دي وبيوريك فيرجن الكاميرا وتحته فيرجن اللينز. وما تنساش اننا كنا عملنا فيديو عن ابديت الكاميرا نفسها، هسيبه لك في الديسكريبشن تحت. المهم ان فيرجن اللينس هنا هو 2.0.0. هنروح نفتح جوجل ونعمل سيرش على كاميرا لينسز فيرموير ابديت، وبنختار اول لينك بيطلع معانا اللي هو لينسز سبورت داونلود درايفر سوفت وير كانون. بنفتح عندنا الموقع وبنلاقيه مقسم العدسات كل الانواع بتاعتها تقريبا، الاي اف ام ماونت والاي اف اس ماونت والاكستندرز والماكرو والار اف وتقريبا كل الانواع. بنرجع تاني للاي اف ام ماونت، هنلاقي العدسه بتاعتنا اللي هي ال 1545 اللي احنا اتفقنا هنعمل عليها الفيديو، بنضغط عليها وبنختار بارتيشنال فريم وير، وهنلاقيه مدينا اربعه اوبشنز، 2 لفيرجن 2.0.0 و2 لفيرجن 3.0.1، وكل واحد فيهم متقسم، واحد للويندوز سيستم وواحد للماك او اس اكس. طبعا احنا اللي عندنا اللي هو ال 2.0.0 اللي بتاريخ 2016، وموجود 3.0.1 باصدار 2018. وعلشان نعرف ايه اللي نزل جديد في الابديت ده بنضغط على مور ديتيلز، وبعد كده هتلاقوا ايكون داونلودز هتضغط عليها وهيجيب لك اكسبت اند داونلودز وهيبتدي يعمل الداونلود. بعد كده هنروح نفك الضغط الملف اللي اتحمل وهتلاقي جواه ملف بصيغه ال اف يو، هتاخده كوبي بيست على الميموري كارد اللي اوريدي هتكون موصله في الجهاز، وخلي بالك لازم تحطه في الميموري كارد على طول بره مش في فولدر جديد، وبعد كده هتعمل اجكت الميموري بتاعك. بتحط الميموري في الكاميرا وبتفتح المنيو وبنروح للسيتنج وبنفتح قائمة الفيرموير، هنلاقي ابديت الكاميرا وابديت اللينز، هنضغط اوكي على اللينز هيجيب لك تأكيد للفيرجن اللي عندك، هتضغط اوكي بعدها هيجيب لك القائمة اللي انت شايفها دي، عامل سيلكشن على الملف اللي احنا اوريدي حطيناه على الميموري بصيغة LFU، هتضغط اوكي وبعدها هيقول لك هتعمل ابديت من فيرجن 2.0.0 ل 3.0.1، هتضغط على اوكي وهيبتدي يعمل ابديت، وبيقول لك تحذير انك ما تلمسش اي زرار او تقفل الكاميرا طول ما هو بيعمل ابديت، وبنصحك تشحن الكاميرا كويس قبل الابديت، هو بياخد حوالي دقيقه ونص ولكن تجنبا ان يحصل معاك اي مشاكل في الكاميرا. بعدها بيقول لك ان الابديت اكتمل من 2.0.0 ل 3.0.1، بنضغط اوكي وبنرجع تاني لقائمه المنيو للسيتنج للفيرموير وتضغط اوكي بتلاقي الفيرجن لينس بتاعك بقى 3.0.1. وبكده نكون عملنا ابديت لللينس بتاعتنا. لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تسيبه في كومنت وانا ارد عليك، واشوفكم الحلقه الجايه.